بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي الطلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من خلال المنصة التعليمية لمدرسة التميز النموذجية قسم اللغة العربية. التميز 20 عاما من التميز. المرحلة الابتدائية، الصف الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. غراس التميز. القيمة، الكرم. الشعار، فقربه إليهم. الدعاء، الدعاء عند سماع صوت الديك، اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصف الرابع، الوحدة الثالثة، عنوان الدرس: مسمار جحا كفاية 2-2. مسمار جحا كفاية 2-2. التمهيد، أجيب: ماذا تعرف عن صاحب الصورة؟ ماذا تعرف عن هذه الشخصية يا أبطال؟ يا شخصية جحا، هيا أيها النجم. أحسنت، أعرف عنه الطرائف والفكاهة. أذكر طرفة عنه، هل تعرف عنه طرفة؟ نعم، أخبرني يا بطل. أحسنت، جحا وابنه وحمل الحمار. هيا بنا نقرأ الموضوع يا أبنائي. أقرأ النص الآتي قراءة صحيحة: كانت لجحا دار واسعة جميلة، اضطر يوما لبيعها بسبب حاجته لبعض المال، ففكر أن يبيعها دون أن يفرط فيها تماما، بحيث يأخذ المال ثم يستعيدها بعد فترة من الزمن، فعرضها للبيع بعد أن فكر بخدعة لا تخطر على بال أحد من الناس، فعرض داره للبيع بسعر معقول، وأضاف مبلغا إضافيا كبيرا على مسمار، وضعه في الحائط، فكان كل من يأتي ليشتري يعجبه البيت والسعر، ولكنه يعترض على سعر المسمار فيقول له: إذن اشتري البيت واترك المسمار لي. فظل جحا على هذه الحال مدة من الزمن، حتى جاءه أخيرا مشتر محتاج للبيت بشدة، لكنه كان يملك سعر البيت ولا يملك سعر المسمار، وقبل بشراء المنزل على أن يبقى المسمار ملكا لجحا. وقال المشتري في نفسه: وماذا سيفعل جحا بهذا المسمار ما دام المسمار داخل داري؟ لكن جحا اشترط على المشتري الذي أراد أن يشتري الدار أن يكتب في عقد البيع أن يدفع المشتري ثمن الدار نقدا، وأن يترك المسمار الموجود مسبقا في الحائط داخل الدار ولا ينزعه أبدا، وأنه يحق لجحا أن يفعل بالمسمار ما يشاء. هنا جحا أراد أن يبيع بيته لأنه مر بضائقة مالية، ولكنه لم يكن يريد أن يفرط في هذه الدار، فقام بعمل خدعة وهي وضع مسمار في الحائط، وجعله شرط لكي يشتري الناس الدار أن يشتروا هذا المسمار، وكان سعر المسمار غال جدا، ولم يوافق أحد على ذلك، إلى أن جاءه شخص يحتاج البيت بشدة ووافق على شراء البيت وترك المسمار ملكا لجحا، ولكن جحا أراد أن يكتب ذلك في عقد البيع على أن يدفع المشتري ثمن الدار نقدا، ويترك المسمار الموجود مسبقا في الحائط داخل الدار ولا ينزعه أبدا، وأنه يحق لجحا أن يفعل بالمسمار ما يشاء. لماذا باع جحا داره؟ من يخبرني؟ هيا أيها البطل. أحسنت، باع جحا داره لحاجته لبعض المال. أحسنت يا بطل. السؤال الثاني، وفيما فكر جحا؟ جحا في أي شيء كان يفكر؟ فكر في أن يبيعها دون أن يفرط فيها تماما. وكيف كانت خطته؟ كان لجحا خطة، ما هذه الخطة أيها الأبطال؟ هيا أيها النجم. أحسنت، أن يأخذ المال ثم يستعيدها بعد فترة من الزمن. هل جاء أحد ليشتري الدار؟ هيا أيها المتميز، هل جاء أحد؟ نعم، جاءه رجل ليشتري الدار. بارك الله فيك، أحسنت. وماذا اشترط جحا على المشتري؟ وضع جحا شرط على هذا المشتري. ماذا اشترط عليه جحا يا بطل؟ تقدم. بارك الله فيك، أحسنت، أن يكتب في عقد البيع أن يدفع المشتري ثمن الدار نقدا ولا ينزع المسمار.
ولماذا وضع جحا هذا الشرط؟ لماذا وضع جحا هذا الشرط؟ من الطالب المبدع الذي سيخبرنا لماذا وضع جحا هذا الشرط؟ ليحق لجحا أن يفعل بالمسمار ما يشاء. هيا نكمل يا أبنائي. فوافق المشتري من دون أن يلحظ الغرض الخفي لجحا من وراء هذا الشرط. وبعد أيام من إتمام العقد وانتقال الشاري إلى منزله الجديد، ذهب جحا إلى بيته الذي باعه ودق الباب. فلما سأله الرجل عن سبب الزيارة أجابه جحا: جئت لأطمئن على مسماري. فرحب به الرجل وأجلسه وأطعمه، لكن الزيارة طالت وعانى الرجل حرجا من طول زيارة جحا. وصار جحا يأتي من يوم لآخر يتفقد المسمار ويجلس فترة طويلة ويأكل من أكل صاحب الدار ويشرب من شرابه حتى ضاق به ذرعا وراح واشتكاه لكبير الشرطة. المشتري وافق على الشرط دون أن يأخذ باله أو ينتبه إلى الغرض الخفي لجحا من وراء هذا الشرط. وبعد أيام من إتمام العقد وذهاب الشاري إلى البيت، ذهب إليه جحا بحجة أن يطمئن على مسماره. الرجل في البداية رحب به وأجلسه وأطعمه، ولكن الزيارة طالت حتى عانى الرجل من الحرج من طول هذه الزيارة. وصار جحا يأتي يوم من يوم لآخر يتفقد المسمار ويجلس فترة طويلة يأكل من أكل الرجل ويشرب من شرابه حتى تضايق الرجل ومل منه واشتكاه لكبير الشرطة. هيا نجيب على بعض الأسئلة حولها يا أبطال. هل وافق المشتري على شرط جحا؟ هيا أيها النجم تفضل. نعم، وافق المشتري على شرط جحا. السؤال الثاني: ماذا أجاب جحا عندما سأله الرجل عن سبب الزيارة؟ بماذا أجابه جحا؟ هيا أيها المتميز بوركت يا بطل. قال له: جئت ليطمئن على مسماري. وماذا فعل الرجل عندما ضاق ذرعا بجحا؟ عندما تضايق الرجل من جحا ماذا فعل؟ اشتكاه لكبير الشرطة. نكمل يا أبطال. فعلم جحا بالأمر فحضر على الفور إلى بيت الرجل ودخل مسرعا متوجها نحو الحائط حيث مسماره، وقلع جبته وفرشها على الأرض وتهيأ للنوم. فلم يطق المشتري فأجاب جحا بهدوء: أنت اشتكيتني لكبير الشرطة وأنا أتيت لأنتظره هنا وسأنام حتى يحضر في ظل مسماري، لكن كبير الشرطة لم يأتي. لماذا؟ لأنه يعرف جحا جيدا ويعرف العقد الذي بينه وبين الرجل. وظل جحا يذهب يوميا للرجل بحجة مسماره العزيز، ويختار أوقات الطعام ليشارك الرجل في طعامه. فلم يستطع الرجل الاستمرار على هذا الوضع وترك لجحا الدار بما فيها. ومن حينها أصبح الناس يروون حكاية مسمار جحا التي أصبحت مثلا. جحا علم بأن الرجل قد اشتكاه لكبير الشرطة، فذهب إلى الفور إلى البيت وذهب مسرعا متوجها نحو الحائط حيث مسماره، وخلع جبته وملابسه وفرشها على الأرض وتهيأ واستعد للنوم. فلم يطق المشتري، لم يتحمل الرجل ذلك، فأجاب جحا بهدوء: أنت اشتكيتني لكبير الشرطة وأنا جئتك أنتظره في ظل مسماري. وظل جحا يذهب يوميا للرجل، ولكن طبعا صاحب الشرطة أو كبير الشرطة لم يأتي، لأنه كان يعرف جحا ويعرف شرط العقد. ظل جحا يوميا يذهب في إلى البيت ويتخير أوقات تناول الرجل لطعامه، فيأكل من طعامه ويشرب من شرابه. فالرجل لم يتحمل ذلك وترك لجحا الدار بما فيها. ومن ذلك الوقت الناس أصبحوا يروون حكاية مسمار جحا التي أصبحت مثلا. الفهم والاستيعاب. هيا بنا كي نتعرف على بعض المفردات الموجودة في الموضوع الذي أمامنا وهو مسمار جحا. الكلمة ومرادفها. كلمة يفرط في الشيء أي يتركه ويفقده. معي؟ يفرط يعني يترك ويفقد. تهيأ، ما معنى كلمة تهيأ يا أبطال؟ هيا أيها النجم أخبرني ما معنى كلمة تهيأ. أحسنت، كلمة تهيأ معناها استعد. نكمل. الكلمة وضدها. ما ضد كلمة يعترض؟ يعترض على شيء أي يرفضه. وضدها يوافق. يعترض ضدها يوافق. الكلمة ومفردها. كلمة أوقات، ما مفردها يا أبطال؟ وقت. أحسنتم بارك الله فيكم. الكلمة
وجمعها ما جمع كلمة دار؟ هيا أيها النجم، بارك الله فيك، أحسنت، ديار أو دور. هيا بنا نأتي بتصريفات من كلمة عقدة، تصريفات من كلمة عقدة، منها عاقد ومعقود وعقيد وعقود وتعقيد ومعقد، هذه تصريفات من كلمة عقدة. هيا نكمل يا أبنائي، أكمل الشكل الآتي بالتعاون مع زميلي في ضوء فهمي للقصة. أريد أن أكمل هذه البيانات الناقصة من خلال فهمي للقصة. اسم القصة، ما اسم القصة أيها النجم؟ تفضل يا بطل. أحسنت، القصة اسمها مسمار جحا. القصة بها شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية. الشخصيات الرئيسية مثل ماذا يا بطل؟ جحا والمشتري هم أبطال القصة، الشخصيات الرئيسة. وهناك شخصيات ثانوية مثل صاحب الشرطة. وزمن الأحداث، أين حدثت هذه الواقعة؟ متى حدثت؟ حدثت في العصر العباسي. طب أين وقعت؟ مكان الأحداث طبعا في منزل جحا. ما المشكلة التي تعرض لها جحا؟ حاجة جحا للمال، كان جحا يحتاج إلى المال. وما النتيجة؟ خسارة المشتري وتفوق جحا. النتيجة في النهاية أن المشتري خسر داره وتفوق جحا. وما كان الحل لمشكلة جحا يا أبطال؟ بيع المنزل بالخديعة. بيع المنزل بإيه؟ بالخديعة. أحسنتم يا أبطال، أحسنتم. ننتقل إلى ما بعد ذلك، الممارسة. أقرأ النص السابق مرة أخرى قراءة صامتة، لقد قرأناه. أطرح أسئلة حول النص باستخدام أدوات الاستفهام المناسبة. هيا أضع أسئلة حول النص باستخدام أدوات الاستفهام المناسبة للتوصل إلى فكرتي الرئيسة مستعينا بالشكل الآتي. القصة هي مسمار جحا، أريد أن أسأل عن المكان والزمان. المكان طبعا نسأل عنه بأين، والزمان بمتى. عن الشخصيات طبعا بمن، الأحداث بماذا ولماذا وما إلى ذلك، والمشكلة كذلك، وأيضا نسأل عن الحل. هيا بنا ننتقل إلى الأسئلة. الأداة ونص السؤال باستخدام الأداة. من، نسأل عن العاقل، نقول من الذي باع منزله؟ طبعا جحا. متى، تسأل عن الزمان، سنقول متى كان جحا يأتي لمنزله؟ طبعا وقت طعام الرجل. أين، نسأل بها عن المكان، أين وضع جحا المسمار؟ طبعا في الحائط. ما، تسأل عن غير العاقل، نقول ما المشكلة التي واجهها المشتري؟ واجه المشتري مشكلته مع جحا الذي يأتي يوميا إليه بحجة المسمار. ماذا، هنقول ماذا فعل المشتري ليمنع جحا القدوم إلى منزله؟ قام بشكايته أو بشكواه إلى كبير الشرطة. كيف، تسأل عن الحال، نقول كيف تصرف جحا عندما اشتكاه المشتري؟ طبعا جاء إلى البيت لكي ينتظر إيه كبير الشرطة أسفل إيه مسماره أو في ظل مسماره. لماذا، نسأل بها عن السبب، فنقول لماذا وضع جحا المسمار في المنزل وقت بيعه؟ ليجعله حجة له كي يستعيد عن طريقه بيته مرة إيه أخرى. جيم، أجيب. ما النصيحة التي يمكن تقديمها للمتعاقدين من خلال هذا العقد الظالم الذي قام به جحا ضد هذا الرجل؟ أريد أن أنصح من يريد أن يكتب عقد. ها، ما النصيحة يا أبطال؟ هيا أيها النجم، أحسنت، أحسنت. قراءة العقد جيدا والتمعن به قبل التوقيع. لا، يجب أن أفهم العقد جيدا وأقرأه جيدا حتى لا أقع في المحظور. أحسنتم، أحسنتم يا أبطال. هيا بنا نجيب عن بعض الأسئلة السريعة يا أبنائي من خلال ماكنتوش المعرفة. مفرد كلمة أوقات، هيا يا بطل. أحسنت، وقت. ضد كلمة يعترض، هيا أيها النجم. يوافق، بوركت يا بطل. جمع كلمة دار، دور وديار. ما عنوان القصة السابقة يا أبطال؟ هيا أيها النجم. مسمار جحا. لماذا اضطر جحا لبيع داره؟ ها، لماذا يا بطل؟ أجبني. ممتاز، بسبب حاجته للمال. كيف باع جحا الدار دون أن يفرط فيها تماما؟ هيا نرى. فكر بخدعة لا تخطر على بال أحد من الناس. بما تنصح المتعاقدين؟ بما تنصحهم أيها النجم؟ أخبرني. أنصحهم بقراءة العقد جيدا قبل التوقيع عليه. أبنائي الأعزاء، إلى هنا تنتهي حصتنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسرة اللغة العربية تتمنى لأبنائها دوام التوفيق والتفوق.